سي. هنعمل سبستيتيوت للايه؟ للاكس لاين لينير فانكشن which is defined by طلعت الواي بزيرو بس graphically by straight line intersect x axis. هو بيقول intersect x axis، اتفقنا الواي الواي بزيرو يبقى الواي بزيرو. تمام، هنطلع الفاليو بتاعت الاكس يبقى 1 minus 2 x equals 0. يبقى 1 equal 2x، يبقى x equal half. طبعا هنا الواي بزيرو في اجابتين، يا دي يا دي، فطبعا هي تبقى دي. تمام ماشي، يلا يا احمد. f x equal 5، ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله تمام. f x equal 5 حلينا زي دي قبل كده، فاكر؟ هتبقى 10 10 طبعا. اف 5 5، اف نيجاتيف 5 برضه 5، تبقى 5 بلس 5 ايكوالز 10. تمام لوجين، يلا يا لوجي. اف اكس ايكوال 2 اكس بلس بي، واف 3 ايكوال 0. ده معناه ايه؟ اف 3 ايكوال 0 ان الاف اوف اكس ايكوال 0. تمام، وكمان لما الاكس، لما الاكس بايه؟ الاكس بزيرو. لا، لما الاكس بثري. يعني لما اف 3 يكوال زيرو دي معناها لما الاف، لما الاكس بثري تبقى الفانكشن بزيرو. يبقى 2 تايم 3 ب 6 نيجاتيف 6، 6 بلس بي يكوال زيرو، يبقى بي يكوال نيجاتيف 6. تمام ماشي، طب يلا يا ميار. ماشي، هتكون الار، الار هتبقى هنعمل ست وبعدين نعمل باكتس 1 و 3 وبعدين 2 و 3 و 2 و 4 و 3 و 4. تمام، يبقى الار تبقى ايكوال ريليشن، يعني 1 and 3 2 and 3 و 2 and 4 و 3 and 4. تمام ماشي، رايت ار، كتبنا الار. شو اف فانكشن اور نوت؟ لا، نوت فانكشن، نوت فانكشن، because there is more than one arrow at each number. يعني في number، numbers طلع منهم اكثر من arrow، اللي هو number 2. نحدد بقى نمبر 2. قلت حضرتك عشان الفور مش متوصلة بحاجة، الفور في تبع الاكس ما فيش حاجة وصلة. الفور، الفور كمان ده سبب تاني، هو كفاية سبب واحد ان الفور hasn't any R. تمام، يعني لو الاكس طالع منها اكتر من R تبقى نوت فانكشن. امال ايه؟ تمام، لو اي element في الاكس طالع منه اكتر من او في فانك، في حد مش طالع منه R. تمام. تمام، الجراف بقى، مش انا قلت بارسمه وبعتولي الصوره 3 2 x؟ three minus two x minus x power two at a negative four and two. ماشي، قول لي يا مصطفى كده negative four كانت مع كام؟ negative four مع الفايف، مع الفايف. negative three، negative three مع الزيرو، مع الزيرو. تمام، negative two، negative negative two مع three، مع three. تمام، negative one، negative one مع الفور، و 0 مع 3 و 1 مع 0 و 2 مع نيجاتيف 5، مع 5 بقى، مع 5. مش قلنا بص دول 3 تبقى 3، 0 تبقى 0، 5 تبقى 5. يعني لو دي نيجاتيف 5 يبقى دي نيجاتيف 5، لو دي 5 يبقى دي 5. واحده فيهم غلط بقى عندك، اللي هي تمام. 2 if 2 to the 3 minus 4 negative 1، negative 1 minus 4. لا ده هي negative 5 صح، هنا في الاثنين بقى، دي الاولانية دي اللي كانت غلط، هنا negative 5 و negative 5. تمام، مش كلنا حلناها كده. فين ال vertex بقى يا مصطفى؟ فين ال vertex؟
فين الفيرتكس يا مصطفى؟ عند الفور. الفيرتكس دي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و4 اند 4 تمام. طيب اكس ايكوال نيجاتيف 1 ده اسمه ايه؟ اكسس اوف سيمتري تمام. تمام طيب واي ايكوال 4 ده ايه؟ ها الماكسيمم فاليو. ماكسيمم فاليو تمام. يعني صح ليك كده بس الرسمه هعملها بشكل يعني مش مهم انها يعني يبقى شكلها حلو تبقى كده تقريبا يعني تمام بشكل تمام. هي vertically sorry open downward مفتوحه لاعلى يبقى في ماكسيمم. صبت لبط النيجاتيف 4 دي اخد نيجاتيف 4 لتحت ولا على الاكس اكسس ولا على الواي اكسس؟ لا دي دول بتوع الاكس اللي هم على الاكس اكسس نيجاتيف 4 دول بتوع الاكس اللي فوق دول اكس واللي تحت دول الواي اللي هم اف اوف اكس تمام. طيب وطبعا هنا دي ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم فاليو. عرفت ان هي مقلوبه كده قبل ما ارسم. انا عارف ان هي مقلوبه عشان الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 نيجاتيف. عشان الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 كان نيجاتيف تمام. طيب نكمل ناخد هناخد الموديل اكزام اون يونت 1 الاكزام اللي على يونت 1 تمام. هناخد الدور عند عمر. يلا يا عمر. تمام حضرتك. افتحوا معايا الاكزام ده في الكتاب كتاب الاكسرسايز. كتاب الاكسرسايز الاكزام عندي مش عارف بيج كام اللي يطلع البيج يقول لنا. بيج 30 بيج 30 ماشي. اجاوب لحضرتك ولا يلا تو تو اللي هي ايه بقى؟ انه في اكس تو اكس ايكوال كام؟ ست اكس تبقى ايه؟ ست اكس هتبقى تو تو والواي برضو تو. لا انا مش عايز ان انا بقول الاكس نفسها. الاليمنت بتاعت الواي ثري وفايف. يبقى ان اوف اكس تبقى كام؟ ان اوف اكس بون معلش. ايوه تمام ماشي. نمبر 2 احمد دي less than 3 then the point D located on a how lies in the any quadrant. يعني انا هنا عندي زي ما اتفقنا ده الفيرست بوزيتيف بوزيتيف السكند نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف سوري نيجاتيف نيجاتيف وبعد كده بوزيتيف نيجاتيف تمام. يبقى معنى كده بس هو مده ده في كتاب النوت بوك ولا في كتاب الاكسرسايز؟ لا اكسرسايز اكسرسايز تمام. تبقى فورث فورث اللي هي عشان بوزيتيف معنى ان بي بي ليس ذان 3 يعني حاجه اقل من 3 يعني 2 مثلا او 1 او 0. المهم ان انا لما هعمل ماينس 3 هيبقى نيجاتيف. هنا الواي هتبقى نيجاتيف والاكس بوزيتيف كويس يبقى بوزيتيف ونيجاتيف. يبقى هنا في الفورس زي ما انت قلت تمام برافو ماشي. يلا يا لوجين the point x and 3 lies on y axis. هت ايكوال نيجاتيف 1 تقريبا. الاول ناخد واحده واحده عشان نفهم بنعمل ايه. البوينت اكس 0 لايز اون واي اكسس ده معناه ايه؟
ان هي موجودة على اللاين بتاع ال y y axis. axis ماشي، ده معناه ايه بقى ماثيماتيكال؟ معناه ايه؟ positive و positive معناه ان قلنا كذا مرة ان lies on y axis يعني x بزيرو، يبقى x equal zero. lies on x axis يبقى y equal zero. تمام؟ يبقى بحط ال x ب 0 يبقى 7 times 0 ب 0 minus 1 يعني equals negative 1. تمام؟ يلا يا ميار، ها f of x equal 4x plus b هتبقى 3 يعني لما ال x هنعملها equation اللي هي 4 by 3 plus b هتبقى 12 plus b equal 0 هنودي 12 هناك هتبقى 15 minus 12 هتبقى 3 12 plus b equal 15. تمام كده، ما احنا قلنا دي كده معنى دي ال x ال x ب 3 وال f of x تبقى 15 تبقى 15 equal a 4 times 3 ب 12 plus b equal 15 يبقى b equal 3. تمام، نمبر 5 مين الدور عند مصطفى؟ The function f where fx equals 3 representing exactly by straight line which passes through the point. تفتكر أي بوينت؟ يعني البوينت دي ساتسفاي، يعني لو دي الx ودي ال f of x، يعني لو ال x ب 3 يبقى دي ال f of x. هل لو انا حطيت ال x ب 3 يبقى 3 times 3 3 times 3 9. طب وال f x بكام؟ ب 3، يبقوا الاثنين مش قد بعض مش ايكوال، يبقى البوينت دي غلط ما ينفعش. تاني يعني انا بحط ال x ب 3 واشوف هل اللي هيطلع ده هو ال f of x ولا لا، لو طلع مختلف يبقى غلط، لازم ساتسفاي يعني بتحقق، يعني دي تبقى ال x ودي تبقى ال y يبقى الطرفين قد بعض. هنا كده لو انا حطيت ال x ب 3 يبقى 9، طب ال f x هنا ايه؟ 0. ماشي؟ طيب ها نكمل كده، يبقى مين؟ 0 ودي ايه؟ 0. لو عملت 3 times 0 ب 0 فعلا اليمين 0 والشمال 0، يبقى ايه؟ بس through the point 0 and 0 اللي هي بنسميها ايه؟ بنسمي 0 0 ايه؟ origin point. origin point. تمام، يعني بشوف مين فيهم اللي satisfy اللي بتحقق. تمام، يعني انا عندي ايه؟ f of x equal 3x. طيب لو انا حطيت ال x ب 3 يبقى f x بكام؟ 3 times 3 ب 9، يبقى المفروض البوينت لو ال x ب 3 تبقى 3 and 9. طيب تعالى كده مش هتلاقي ولا واحدة فيهم 3 and 9، 3 و 3 3 و 0. تمام، يبقى البوينتس دي ده دي ولا دي ساتسفاي بتحقق غلط. طيب لو انا حطيت ال f ال x ب 0 f of x equal 3x، لو حطيت ال x ب 0 يبقى f 0 اللي هي تبقى 3 times 0 equal 0، يبقى البوينت دي 0 and 0، البوينت اللي هي 0 and 0 هي اللي ساتسفاي. تمام، يعني موجود لما بحط ال x ب 0 يبقى الناتج بتاعي ب 0، يبقى دي بتحقق، يبقى دي بوينت لايز اون ايه؟ اون ذا جاب. طيب اللي بعد كده يلا يا عمر. عمر ايوه حضرتك معلش. يلا The function f where fx equal x bar 2 negative x bar 2 negative 3x is polynomial of the degree. Polynomial. الdegree هنا ايه؟ First.
لان الاكس بار 2 اكس بار 2 مع اكس بار 2 ايوه تمام. يبقى الفانكشن في النهايه تبقى نيجاتيف 3 اكس يبقى فارس. تمام برافو. يلا يا احمد شمس وانا رسمت كده x1 و2 و3 وال y1 3 6 9 12. يبقى ال1 راح لمين هنا؟ ال1 مع ال3 ايوه 1 and 3 تمام 6 2 and 6 و3 and 9 اه تبقى function ولا لا؟ function function. الرينج بتاعتها ايه؟ الرينج بتاعتها 3 و6 و9 3 و6 و9 تمام تمام برافو. يلا يا لوجين x by x y union z طيب هنعمل 2 bracket ونحط 2 و 5 ونقفل bracket وبعدين هنحط bracket 3 و 5. طب سوي ال x اللي هي 2 and 3 كده طيب اعملها product ال y intersection z. هو ال y intersection z اللي هي ايه؟ اللي هي الفايف مش كده؟ اللي هي الفايف يعني ايه انترسيكشن؟ اللي هي بتبقى ال common element يعني المشترك ايوه بالظبط كده. يبقى عايز اعمل 2 and 3 product ايه؟ 5 يبقى 2 and 5 3 and 5 ما هي تبقى هنحط 2 5 في براكت و 3 5 في براكت. تمام تمام مظبوط مظبوط برافو عليك. طيب يلا يا ميار x difference y product ايه؟ z تمام. هنعمل ال x difference y هتكون 2 اللي هنا مش هنا اللي هي 2 تمام برافو. و product 7 و 5 و 7 and 5 تمام. بعدين بقى هنعمل 2 هنعمل الاول بقى set وبعدين brackets ايوه ايه البراكتس 27 و 27 وبعدين تاني 25 كمان برافو. طيب تعالي بعد كده لمصطفى اكس ديفرنس واي ايه يا مصطفى؟ الاكس ديفرنس واي 3 x difference y اللي في الx not in y الx not in y اللي هو مين؟ انت كده انت كده عملت المشترك انت كده عملت الانترسكشن تمام. لكن انا عايز اللي in x not in y اللي هو في x مش في y اللي هي 2 تمام. طيب product y difference z يعني in y in y not in z ايوه 3 تمام. يبقى ايكوال ايه؟ اعملهم كالتاليوم برايك؟ ايكوال نعمل سيت بعدها برودكت 2 3 2 and 3 اوكي. كم اليمنت هنا؟ كم اليمنت في البرودكت بص هنا هنا 2 اليمنت البرودكت ده ده كده كم اليمنت؟ الست دي فيها كام إليمنت؟ فيها إليمنت واحد والتو فيها اي ما هي الست دي كده اهو ده كده اسمه ايه 2 and 3 ده اوردر بير واحد 1 إليمنت 1 ماشي. الاوردر بير بعتبره إليمنت واحد على بعض تمام. هي عمر عايز ايه؟ وحضرتك بعمل نيجاتيف ازاي؟ difference elements in x not in y تمام. يعني بقول x difference y يعني ال elements اللي في ال x مش في ال y اللي هي 2. طب y difference z ال elements اللي in y not in z انا 5 مشتركة مش هاخد ال 5 عشان هي مشتركة يبقى هاخد ال 3 اللي هي in y not in z تمام. طيب اللي بعد كده يلا يا عمر ها
if the set of function as you see 1 and 3, 2 and 5, 3 and 7, 4 and 9, 5 and 11. عايز الدومين. الدومين هيبقى ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5. والرينج هيبقى 3 وال 5 وال 7 وال 9 وال 11. الرول بقى. What is the rule of the function? اللي عارف هيرفع ايد. مش عارف يعني ايه رول الصراحه يعني ارتبها يعني اقول f of x equal ايه؟ اقول كده f of x equal ايه؟ عايز احط رول تجيب لي لما احط الاكس بايه؟ ب 1 تطلع لي 3، لما احط الاكس ب 2 تطلع لي 5، لو حطيتها ب 3 تطلع لي 7 وهكذا. يبقى اقول f of x equal ايه؟ في اتنين رافعين ايديهم. انت يا عمر رافع ايديك، طب ما انت اللي بتحل. لا رافعها من زمان حبيبي. قول يا لوجين. f of x 3. 3 كده على طول؟ 3x. 3x؟ يعني لو حطيت الـ x ب 1 تبقى 3 times 1 ب 3، ماشي. طب لو حطيت الـ x ب 2؟ 3 times 2 6. لا غلط، ما جابتش. لازم تحقق في كله. انت عملتيها حققت في واحده بس، انا عايزها تحقق في كله. يعني لو حطيت الاكس في 5 تديني 11. مستر انا اصلا عندي السؤال ده مختلف. مش يبقى اكيد عندكم كلكم مختلف. عارفه. عموما بقى نحله هنا وخلاص، نحله زي ما عندي. هو سؤال حلو على فكره. الرول تبقى ايه؟ حد وصل لحاجه؟ طب واحنا بنعمل ايه في ال1 عشان تبقى 3؟ بنعمل ايه في ال2 عشان تبقى 5؟ في ال3 عشان تبقى 7؟ بعملها تايمز نفسها او سوري تايمز 2 واعمل بلس 1. يعني 2x بلس 1. الحاجات دي بتيجي بالجيسنج يعني، مش برول يعني، مش بقاعده يعني. بالنظر كده. يبقى انا بعمل لو عملت 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 1 3، 2 تايمز 2 ايكوال 4 بلس 1 5، 2 تايمز 3 ايكوال 6 بلس 1 7 وهكذا، 2 تايمز 4 ب 8 بلس 1 9. الحاجات دي بتيجي عادي صح؟ بتيجي عادي في الامتحانات؟ لا لا قليل قوي يعني. هي اثنين رول اللي قلنا لحد دلوقتي يعني، بس هما بتيجي حاجات بسيطه يعني. ما بتجيبش رول معقدة يعني. تمام. طيب ده لو جت يعني، بس غالبا ما بتجيش. بس احنا بنتعلم بقى من اجل ايه؟ ان احنا نبقى عارفين يعني. طيب ريبريزنت جرافيكلي ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال نيجاتيف 2 اكس بلس 3. دي الديجري بتاعتها ايه يا احمد؟ الديجري بتاعت الفانكشن دي ايه؟ فيرست. يبقى شكلها عامل ازاي قبل ما ارسمها؟ شكل ثانية. لا من غير ما ارسمها، مش عايزك ترسمها. ايش نعمل في ارسم؟ هيبقى مثلا شكلها عامل ازاي؟ حد عارف طيب شكلها عامل ازاي؟ حضرتك مش المفروض بيكون قايل لي اكس بلونج لحاجه رقم غير اف اكس اصلا؟ رقم تاني؟ اي حاجه انا بعوض باي بوينت. ممكن تكون مينيمال. قصدك اقول الاكس كام والاف اكس كام حضرتك ولا؟ ده ستريت لاين؟ لا دي يعني انت بتعمل تيبل، انت كنت بتعمله الحكايه دي السنه اللي فاتت سنه تانية. تمام؟ بنعمل تيبل جدول كده وبنرسم. قول يا ميار كده هتكون مينيمم عشان بوزيتيف الاكس بوزيتيف او لا ماكسيمم عشان نيجاتيف. انا مش شايفه. لا لا بس دي مش باور 2، دي مش باور 2. ده كنا شغلنا ستريت لاين بس. ايوه بالظبط كده. باسنج ثرو اوريجين بوينت. ستريت لاين؟ لا مش باس ثرو اوريجين بوينت، لا بس دي ستريت لاين. تمام؟ يعني x و f of x. ال x هحطها بأي value من عندي 0 and 1 and 2 مثلا، 3 كفاية ممكن 4 براحتك يعني.
تمام؟ وبعدين هحط الاكس في 0 يبقى نيجاتيف 2 تايمز 0 بلس 1 يبقى ايكوال بلس 3 يبقى 3. نيجاتيف 2 تايمز 1 بنيجاتيف 2 بلس 3 يبقى 1. نيجاتيف 2 تايمز 2 يبقى 4، نيجاتيف 4 بلس 3 يبقى نيجاتيف 1. وهكذا يعني ممكن احط الاكس. انا بجيب ارقام من عندي لما يكونش مديني فاليو. بالظبط كده بالظبط، غير الكوادراتيك او غير اللي هي باور 2. واجي بقى ارسم التو اكسيز بتوعي كده، ها او 0 اند 3 1 اند 1 2 اند نيجاتيف 1 3 اند 8 3 لو 3 يبقى نيجاتيف 6 8 نيجاتيف 6 بلس 3 اند نيجاتيف 3. واجي اروح موصل بينهم، انا عارف شكلها على طول تبقى ستريت لاين لان هي فيرست ديجري، يبقى تعمل لي ستريت لاين على طول. بس معلش انا اف اكس دلوقتي اللي على اليمين ولا اللي على الشمال في الرسم العادي؟ بختار انا اللي على اليمين ولا على الشمال تحت؟ دي اكس ودي اف اوف اكس. ايوه تمام. انا امتى ارسم الناحيه دي وامتى ارسم الناحيه دي؟ يعني ايه الناحيه دي والناحيه دي؟ هنا نيجاتيف 1 وتحت نيجاتيف. اه تمام حضرتك. انا بعوض بالبوينت اللي موجوده جامد بقى فوق وتحت يمين شمال زي ما بتيجي. تمام. طيب ناخد اللي بعد كده. كنا واقفين عند مين؟ احمد باين الحل. هو انا ما كنتش عرفت احل الفيثمز. طب يلا قول ماشي. x belong to negative 1 و 1 و 0 and 2. The relation b equal a squared. يعني انا لو عملت ال a باور 2 تديني ال b. دي from set to itself، من set لنفسها. يعني لو رسمتهم كده negative 1 1 و 0 و 2. نيجاتيف 1 1 و0 2. احنا قلنا بنعملها ست واحده بس تجاوزا ممكن نعملها كده. لو انا عملت ايه، هو بيقول لي لو الاي باور 2 يبقى يديني بي. يعني لو عملت نيجاتيف 1 باور 2 1 نيجاتيف 1 1. تمام. 1 مع ايه؟ مع 1 برضه. 1 و0 مع 0 0 و2 مع لا مش مع حاجه. اه 2 مش مع حاجه، يبقى 2 مش هيخرج منها سهم. يبقى معنى كده انها ايه، function ولا not function؟ ها؟ not function. not function. تمام. ليه؟ لان الايه ال zero hasn't any errors. تمام. طيب represent graphically fx equal x minus 3 power 2. المفروض الحاجات دي انتوا عارفينها بقى، مش عايز اضيع وقت واقعد ارسمها ولا نرسمها. هنعمل x minus 3 باور 2 x 1 minus 3 باور 2 equal 4. تمام. انتوا فاكرين قلت لكم تعملوها ازاي بالكالكوليتر؟ حضرتك بدوس على مود ستيب 7 بيظهر لي كلمه اف اكس، اكتب في الاف اكس دي ال 2 x negative 3 باور 2. تمام. اكتب الفانكشن وبعدين ايه، اكتب ستارت وايه وين صح؟ 105. ايوه تمام. هيطلع لي الفويس، هاجي اقول له ايه مود، اختار تيبل واكتب ايه، افتح بشكلها بالظبط يعني ما غيرش حاجه فيها. اقواس يبقى اقواس ماينس 3 في البراكتس باور 2. قول له ايكوال ستارت من عند ال1 ايكوال من عند ال5 ايكوال. هيطلع معايا الستبس 1 اند 4 2 اند 1 3 اند 0 4 اند 1 5 اند 5 وهكذا وبس. تمام. الفيرتكس هنا مين اللي في النص ما بينهم؟ هتبقى 3 و 0 3 اند 0. تمام. انا اللي يهمني في الموضوع ده كده 3 and 0 وهي مينيمم تمام، لانها هتبقى open upward.
تمام. والفاليو زيرو، مينيمم فاليو زيرو، تمام، اللي هي y equal زيرو ميني، تمام، و x equal 3 ده الاكسس اوف سيمتري. يعني هي تبقى الرسمه في الحته دي كده. بس معلش كورنيتس وفيرتكس جبتها ازاي؟ فيرتكس اللي هي في النص اللي الواي بيتغير عندها. بص كده انت هنا قلنا 1 اند 4 ماشي، يعني هنا الارقام ايه؟ 4 1 0 1 4، يعني 4 1 اهو 1 4، يبقى الايه؟ يبقى اللي بدات تتغير عندها اللي هي في ايه؟ اللي منها قيمه واحده اللي هي 3 اند 0، يبقى دي الفيرتكس على وانا لما في النص يعني الرقم بالظبط كده. وانا في الرسمه هلاقيها هي الفيرتكس، هي الرأس بتاعتها زي دي كده، شايف دي كده دي الفيرتكس، تمام، اللي هي في السؤال ده دي الفيرتكس اللي هي ايه 0 اند 4، بشوفها في الرسم تبقى واضحه على طول، بس انا ممكن اجيبها الجبريكلي. تمام، يبقى هنا الكورنيت اوف فيرتكس جبناها، ايكويشن اوف لاين اوف سيمتري اللي هي اكس ايكوال 3، الاكس هي دي اكسس اوف سيمتري، والواي ايكوال 0 دي اسمها المينيمم ايه فاليو. مستر هو انا لازم اجيبها بالكالكوليتر، ما ينفعش احسبها انا؟ لا يا ريت نحسبها احنا، بس الكالكوليتر بتساعدني، والكالكوليتر هتاكد لي انها تطلع صح وهراجع عليها، يعني في حاجه في مميزات كتيره، بس لما اعملها انا بدماغي يعني الفيرتكس حضرتك بتطلع الرقم في الجدول اللي هو بيكون في النص في الاغلب يعني. كده تمام. اصل هي بتلخبطني فبحب احلها لوحدي يعني. ما يجراش حاجه، ماشي اللي انت عايزاه، بس تعلميها برضو. ها يعني يعني ممكن مثلا ااكد على اجابتي اكون متاكد، هي طبعا بتبقى واضحه بالنسبه لي لما هلاقي الشكل طلع معايا كده، خلاص باينه ان هي صح، مش محتاجه حد ياكد لي اهو او كده بس، تمام. لكن لما الاقيها ملخبطه كده، يعني بوينت كده وكده ماشي وكده، وابص الاقي بوينت ثانيه كده، لا يبقى فيها غلط، يبقى انا عملت سبستيتيوت غلط. تمام. واللاين اوف سيمتري حضرتك بيكون اللي هو بيقسم الرسمه نصين اهو، وهو برضو اللي هو مين اللي هو الاكس، الاكس بتاعت الفيرتكس هي دي اللاين اوف سيمتري اهو، ده كده ده اللي بيقسم الرسمه الاكس بتاعت الفيرتكس. اه بص كده ده كده عند اكس ايكوال 3 ده اللي قسم الرسمه ايه نصين. تمام حضرتك شكرا. تمام. اف اف اند جي ار تو فانكشن، واف اكس ايكوال نيجاتيف 2 اكس بلس 3 وجي اوف اكس ايكوال نيجاتيف 7 فايند ذا ديجري اوف ذا فانكشن اف. الديجري هنا تبقى ايه؟ مين اللي عليه الدور؟ انا مرات. يلا يا مرات. الديجري هتبقى فيرست ديجري، الأولانية فيرست والتانية زيرو. زيرو تمام ماشي. كالكوليت ذا فاليو اف زيرو، اف زيرو تبقى بكام؟ الاف زيرو هتطلع ب 3 ب 3 تمام. وجي زيرو هتبقى نيجاتيف، مستر وقال لي جي زيرو اكون نيجاتيف 7 اصلا. جي اي حاجة بنيجاتيف 7 تمام. نيجاتيف 3 بلس ايه؟ بلس 7 تمام، يبقى ايكوالز كام؟ نيجاتيف 4 تمام؟ ماشي. هنا بقى يا مصطفى هو راسم لي بقى الرسمه وبيسالني شويه اسئله عليها، يعني احيانا هو السؤال اللي هو بيجي ارسم الفانكشن ده يعني 99% بنلاقيه في الامتحان اللي هو بتاع الاكس بار 2 اللي هو ده، تاكد ريبريزنت جرافيكلي ده كده 99% 99.9999% بيجي في الامتحان تمام. احيانا بقى اللي فاضل كام من البيرسنت هنا 0.00001 كده بيرسنت يجي لي رسمه زي دي. يعني تحت دي مش مهمة حضرتك يعني. لا ما هو في نسبة هي عمر ممكن تيجي. واحنا اتفقنا ان احنا بنتعلم برضو يعني المعلومات قبل الامتحان. الامتحان ان شاء الله هنظبط الدنيا وهنعرف كل الاسئلة وهنحل امتحانات كتيرة ونعرف الاسئلة اللي بتتكرر وكده. بس ما فيش مانع ان احنا نعرف حاجة
هتنفعنا يعني الرسومات اللي زي دي كده بتنفعنا في تانية ثانوي ماشي، فما فيش مانع ان انا من دلوقتي اكون متدرب عليها وعارف. فهنا بيقول لي الفانكشن دي f of x equal 4 minus kx squared، f of x equal 4 minus kx squared. وعلى فكره مش صعبه، انا مش قصدي انها صعبه يعني، بس قصدي ان هي ما بتجيش كتير يعني. الفيرتكس هنا 0 على 4. طب ايه مشكله الفانكشن دي؟ حد يقول لي كده ايه مشكله الفانكشن دي؟ ايه اللي انا عايز اجيبه في الفانكشن دي؟ الفانكشن دي فيها كي، اول مره اشوف الكي دي، تمام؟ الكي دي رقم نمبر يعني، هل هي 4 ماينس 3 كي ولا 4 ماينس 4 كي ولا 4 ماينس 1 كي، سوري 4 ماينس 3 اكس باور 2 ولا 4 ماينس 1 اكس باور 2 ولا 4 ماينس 9 اكس باور 2، ما اعرفش. يبقى الكي دي ليها رقم، ايه هو الرقم ده؟ ده اللي انا عايز اطلعه. طب انا هطلعه ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنجيب بوينت اللي هي 0 اند 4، تمام؟ نحط الاكس بايه؟ ب 0. ها طيب، لو انا حطيت الاكس ب 0 ما طلعتش حاجة على فكرة، لأن هتطير لك كي معايا، فالكي مش هتطلع. دي إيه؟ مش هتطلع. لو أنا عوضت بالبوينت مستر لسه ميار جاي ده، لو عوضت بالبوينت دي مش هتطلع. طيب قال لي بقى إيه اللي هيساعدني؟ The area of the triangle equals 8. التراينجل اللي هو فين؟ التراينجل اللي هو ده. بصوا لو أنا جيت أوصل كده كده او التراينجل ده، دول الاريا بتاعته ايه؟ 8. الاريا بتاعته 8. انا عايز اجيب بوينت على الكيرف هي اللي بتحقق. احنا عملنا حاجه زي كده قبل كده، يعني ايه؟ ان انا لو انا جبت بوينت على الكيرف ممكن ان انا ايه اطلع قيمه الكي. فانا جبت البوينت 0 و4 ما نفعتنيش. ليه؟ لان لما احط الاكس ب 0 الكي هتطير معاها، مش هعرف اجيب الكي. فقال لي ايه الاريا؟ الاريا طبعا عارفينها ان هي هاف تايمز بيس تايمز هايت، تمام؟ البيس هنا اللي هي ايه؟ البيس اللي هي دي اللي هي بي سي دي. طب والهايت؟ بيقول لي دي 0 اند 4، يعني معنى كده ان دي 4، يعني هاف تايمز البيس اللي هي 4، سوري البيس اللي هي مش عندي، تايمز ال 4 اللي هي الهايت ايكوالز ال 8. طب مستر هي الهايت ليه 4؟ مش البوينت دي 0 و4؟ ايوه، يعني انا اتحركت اربع وحدات لفوق اهو، يبقى طولها 4، 0 اند 4، يبقى انا طلعت كده 4. طيب يبقى انا هنا ايه؟ الاريا هاف تايمز بيس اللي هو بي سي تايمز هايت، يبقى هاف تايمز بيس تايمز 4 ايكوال 8. يبقى ممكن حد يطلع لي هنا، ممكن اعمل كانسل 2 مع 4 يبقى ايكوال 2، يبقى 2 بي ايكوالز 8، يبقى البي equals 4. البي دي بقى 4. طب هنا في سيمتريك، لان انا عارف ان دايما دي بتبقى هي نفس ديت نفس النمبر، بس واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، او المسافه دي بتكون قد دي، هو دايما الكيرف كده. طيب فمعنى كده ان طول بي سي كلها ايه؟ 4. يبقى دي 2 ودي كمان 2، يبقى البوينت سي دي تبقى ايه؟ ها 2 عند 0. مش كده؟ مش انا مشيت خطوتين يمين كده؟ طب وكده مشيت خطوتين شمال اللي هي نيجاتيف 2 عند 0، تمام؟ يبقى هنا دي 2 عند 0 ودي نيجاتيف 2 عند 0. ممكن اعوض باي بوينت بقى هنا في الفانكشن اللي هي 2 عند 0 مثلا، هتطلع لي كي.
يبقى انا احط ال f of x دي x و دي of x ال 2 ال x وال f of x 0. يبقى f of x اللي هي اهي 0 يبقى 4 minus k times x bar 2 اللي هي 4 k. انا احط ال x 2 يبقى 2 power 2 equal 4 يبقى 4 minus 4 k وال f x بزيرو. نحل الايكويشن دي هتطلع لي ال k ودي ال 4 k الناحيه دي يبقى 4 k equal 4 يبقى k equal 1. تمام؟ يبقى هنا ال k بقت ب 1. يبقى انا هشيل ال k دي واقول 1 يبقى f of x equal 4 minus x باور 2. ما انا حطيت مكان ال k 1 يبقى 1 times x باور 2 يبقى ايه؟ 4 minus x باور 2. تمام؟ ال equation of axis symmetry اللي هي قلنا ايه؟ x equal 0 ما هي الفيرتكس ب 0. تمام؟ الماكسيموم فاليو اعلى قيمه عندي مين؟ اهي اللي هي ال 4 y equal 4 او f x equal 4. The coordinates of B negative 2 and 0. وطلعنا ال K في الآخر اللي هي 3 equal 1. تمام؟ عشان مثلا لو vertex ب 0 and 3 هكتب 3 على طول صح؟ ال Y equal 3 اه ده الإيه؟ تمام. اللي مش فاهمها ما بعت الفيديو اتفرج عليها تاني برضه واحدة واحدة كده ولو في حاجة يبقى قولوا. تمام. طيب الدور عند مين كده؟ موديل 2. انا حضرتك بس صفحه كام بس يعني. الموديل اللي بعده على طول مش انت فاتح معايا الموديل 1 خلصناه كده صفحه زيرت. اللي بعده مش لا مش الصفحه اللي ورا يعني. اه ماشي فاهم. طيب if the point 7 and x is located at the x axis then 5 x plus 1 هتبقى الاولى 7 هتبقى 7 و 0 الاولى ايوه او x axis يبقى y equals اكتب فوق على طول كده y equals هتبقى ال 5 multiply 0 plus 1 ب 1 5 multiply 0 لا اه لا معلش لا لا تمام 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 5 multiply 0 plus 1 equal 1 تمام مظبوط برافو عليك احمد بس صفحه كام معلش مين اللي فتحها طيب يقول لنا صفحه كام؟ صفحه 31 30 و32 31 اخر جزئين. طيب يلا يا احمد اف اف اكس ايكوال اكس باور 3 F2 تبقى كام؟ سنة. F F2 هتبقى 8 تمام F negative 2 هتبقى 8 برضه ليه بقى؟ لا معلش انا هتبقى negative 8 negative 8 يبقى 0 تمام برافو اللي بعدها نجيب هنعمل ان ال A2 هت equal to C هت equal C تقريبا ال X تبقى ايه؟ ال X هتبقى 2 2 تمام يبقى ال X باور 2 يعني times نفسها يعني 2 product 2 يبقى order pair 2 and 2 تمام؟ تمام ماشي تمام هتبقى if x equal 5 is represented by a straight line pair to the x axis then it passes through the point تبقى 0 5 0 and 5 تمام لأن ده parallel دايما قلنا ده constant يبقى represented by straight line
parallel to x axis من عند مين؟ من عند ال 5. يبقى البوينت دي 0 and 5. تمام؟ if r is a function from x to y ادي ال x المفروض تقف في 0 حضرتك عشان هي parallel x axis يبقى الواي تبقى 0. parallel مش intersect. هو intersect ال y axis. هو parallel لل x و intersect ال y. تمام؟ بيقطع ال y. واحنا اتفقنا ان انترسكت الواي يبقى الاكس بزيرو على طول. اي بوينت على الاكس اكسس خد اهي اي اي بوينت يعني على بره الاكس يبقى انترسكت الواي. طب اكيد طبيعي طبعا. اي بوينت على الاكس اكسس الواي بتاعتها بزيرو، اي بوينت على الواي اكسس تبقى الاكس بتاعتها بزيرو. تمام؟ يلا نمبر 5 اف ار از ا فانكشن فروم اكس تو واي والار ايكوال 3 اند 4 بي اند 9 5 اند 9. يلا يا مصطفى يبقى كده اللي ناقص لما حطوا ال 3 وال 5 يبقى اللي ناقص 7 هيبقى 7. يعني البي دي تبع مين؟ تبع الاكس ولا الواي؟ البي تبع الاكس. تبع الاكس تمام. الاولانيه تبع الاكس. طيب ال ليه ما قلناش 5 مثلا؟ ما نقول 5 عشان هم حاطين عشان هنا هم حاطين الفور مره والناين. قصدك انا مالي بالفور والناين؟ ده دول بتوع الواي. انا اللي يهمني الاكس مش الواي، مش كده؟ اللي هم دول الثري والبي والفايف. يبقى هنا الاكس ثري والفايف اهو ناقص السبن، يبقى هكتب السبن صح كده؟ ايوه. طب ما انا كان ممكن احط 3 و5 و5 او 3 و3 و5، ليه ما عملتش كده؟ عشان دي فانكشن يا مصطفى. ما قال لي r is a function. لو ما قالش كلمه فانكشن دي يبقى كان ممكن اعمل كده، لكن فانكشن يعني معنى كده ان ايه؟ ان الاكس ايه؟ كل element فيها بيظهر لي بره واحده بس. يبقى هنا تبقى 6. تمام. طيب نمبر 6 the function x minus 5 to the power 3. ها يلا يا عمر. ايوه حضرتك. يبقى 3 ديجري. 3 ديجري تمام تمام تمام. يلا يا احمد. اي ار بي ايكوال اي بلس ابسوليوت بي ايكوال 8. ادي الاكس وادي الواي. الاكس فيها 1 اند 4 اند 7 والواي نيجاتيف 1 1 و 4 و 7. تمام. هتبقى 1 و 7. 1 و 7 تمام. و 4 و 4 و 4 و 4 و 7 و نيجاتيف 1 و 7 و 1. برافو عليك برافو. ليه؟ عشان الابسوليوت بي يعني ابسوليوت نيجاتيف 1 1 يبقى 7 1 8. شفت عمل لي الابسوليوت دي؟ معناها ان انا هقبل النيجاتيف 1 على ال 7، يعني 7 بلس ابسوليوت نيجاتيف 1 يديني برضه 8، وبالتالي ما بقتش فانكشن. از ار از فانكشن اقول له نوت فانكشن. تمام برافو يا احمد. يلا يا لوجين. هتبقى هنفتح براكت ونحط هنفتح سيت ونحط فيها 1 و 1 و 5 و 1 و 3 و 1 و 1 و 4 و 5 و 4 و 3 و 4. تمام. يبقى انا ايه ببدلهم، ببدل x مكان y ما دام هي y برودكت x. طيب ال x الاليمنت بتاعتها ايه؟ ال x الاليمنت ايه هي الاليمنت؟ هتبقى 1 و 4. تمام. عايز ال x برودكت نفسها باور 2 1 وال 1 وال 1 وال 4 وال 1 وال 4 وال 4. برافو عليك. تمام
انتوا ممتازين جدا كده، شكلكم محتاجين امتحان ان شاء الله. هبعت لكم امتحان وتبعته لي كده على الخاص كده، كلكم تحلوه وتبعتوا لي تصوروه وتبعتوا لي على الخاص، ونبعت بقى الدرجات. ايه رايكم؟ تمام. طيب represent graphically the function x بار 2 بلس 2 x بلس 1 طبعا في نيجاتيف 4 و2 ماشي. الفيرتكس هنا انا بيهمني في الموضوع ده كله الفيرتكس اللي هي هتبقى نيجاتيف 1 اند 0 تمام، نيجاتيف 1 اند 0. طيب دي الفيرتكس equation of x symmetry x equal negative 1. المينيمم والماكسيمم طبعا واضح ان هي مينيمم اللي هي y equals 0 ماشي. طيب الدور عند ميار ولا عند مين؟ صح كده ميار؟ ماشي. And in the straight line which represent a function from r to r fx equal 2x minus 3k intersect the x axis at the point d. افهم ايه؟ ها يعني الواي يكوال زيرو تمام. الواي يكوال زيرو يبقى الام يكوال 2 تمام برافو. الام ب 2 طيب، وعايز الكي كمان، يبقى البوينت هنا تبقى 6 اند ايه؟ اند زيرو. زيرو فهنعمل الكي تمام. هنعمل ايكويشن مثلا، هنعمل ايكويشن هنحط ال ريبريزنت ايوه هنحط ال اف اكس ب 0 يبقى 2 تايم 6 12 ماينس 3 كي ايكوال 0 تبقى 3 كي ايكوال 12 يبقى كي ايكوال 4 تمام. طيب اللي بعد كده يلا يا مصطفى، x minus 2 9 equal 5 و x plus y هناخد ال x minus minus 2 مع 5 هيكون x minus 2 equal 5 يبقى x equal كام؟ يبقى ال x هتكون equal 7 7 يبقى انا احط ال x هنا في 7 تمام. يبقى 7 بلس y equal 9 يبقى ال y بكام؟ يبقى ال 7 يبقى هنعمل لحظه، هنعمل 7 بلس y equal 9 بالظبط كده تمام. يبقى ال y هنودي ال 9 الناحيه الثانيه 7 هتبقى بنيجاتيف، يبقى كده 9 ماينس 7 هتدينا 2 تمام تمام. يبقى ايه؟ يبقى y equal 2 عايز 3x يعني 3 times ايه؟ 7 21 و 2 times و 2 times 2 4 يبقى equal 5 تمام؟ بس طب يعني ازاي طلعت الواي؟ الواي مش الواي المفروض ب 9 يعني، انا x مش عرفت اطلعها ب x بلس y ب 9 الx ب 7 رقمين مجموعهم 9 الاكس فيهم ب 7 يبقى الواي بكام؟ تمام ماشي، هحسش الاكس بس تمام. طيب يلا اللي بعده انت يا عمر يلا. اني ال اكس ديفرنس واي برودكت زد، اكس ديفرنس واي تبقى ايه؟ 7 نيجاتيف 2. انت فين؟ انت احنا دخلنا في سؤال تاني. هذا كنت ال x نيجاتيف 4 برودكت 7 تمام. تمام ماشي. انت بتحسب ايه يا عمر؟ هذا ثاني سؤال. 4b 4b تمام. find x negative y product z صح؟
ال x ب 7 وال y ب 2 هتبقى x negative 2 هتبقى 5 product z. انت شغال في السؤال او ال 4a، احنا خلصنا 4a خلاص، احنا في حاجة جديدة هنا x equal 1 and 2 y equal 1 to 5 and z equal 4 and 5. عايز x reference y، يعني ايه x reference y؟ 1 ال 1 تمام، ايوه كده جمعته. ال 1 برودكت الزد هتبقى 1 و 4 و 1 و 5 بالظبط كده، برافو عليك. 1 and 4 1 and 5 هنكت انت شويه معلش وحش. ها اللي بعد كده احمد، ان اوف اكس برودكت واي تبقى ايه؟ هتبقى 4 4 برافو، 2 تايمز 2 يبقى 4 بلس ان زد باور 2 ايه 4 برضه 4 2 تايمز 2 4 يبقى 4 بلس 4 ايكوال ايه؟ 8 كمان 5a بقى ريبريزنت جرافيكلي ده نفس الكلام، هنعمل ايه؟ هنعمل جدول واحط ثلاث ارقام من عندي وليكن الاسهل 0 1 و 2 يبقى دي الاكس ودي اف اوف اكس، يبقى 0 تايمز 3 ب 0 ماينس 2 يبقى نيجاتيف 2 تمام؟ 1 times 3 is 3 minus 2 equal 2 تمام؟ التاني 3 times يبقى equal 1. طيب 2 times 3 6 minus 2 equal 4. عوض بقى بالبوينتس، ها 0 negative 2 1 and 1 2 and 4 وهيطلعوا على خط واحد كده، لأن قلنا ده first degree من قبل ما ارسم كده اول ما اشوفه يبقى straight line. احنا قلنا الثلاث انواع اللي عندي الكونستنت اللي هو ما فيهوش اكس يبقى represent by straight line parallel to x axis، الثانيه اللي هي first degree يبقى represent by straight line، الثالثه اللي هي x power 2 فيها second degree يبقى بتكون على شكل ايه؟ curve تمام؟ بعد كده f f x equal 2 x power 2 minus 5 x plus 2 عايز f 2 plus f half f 2 plus f half. ها يبقى بنعمل ايه؟ مين اللي عليه الدور؟ جين هنحط ال x مكانها 2 ايوه فهتبقى 2 by 2 equal 4 power 2 8 16 لا صح اللي قلتيه 8 بس هي 2 تايمز 2 باور 2 الباور 2 على 2 بس على الاكس بس يبقى 8 صح 2 تايمز 4 ب 8 و 5 2 باي 2 بلس 2 هتيكوال ثانيه واحده 10 بلس 2 12 8 minus 12 هت equal negative استني 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 10 ايه اللي بلس 2 هي دي negative 10 على فكره 10 بلس 2 equal 12 ليه بلس 2 ليه دي negative 10 ما احنا حطينا الماينس اهي طيب يعني minus 10 بلس 2 تجمعين زي 10 على 2 احنا نجيبها من الاول بقى 8 minus 10 بلس 2 ولا ايه رأيك؟ هت equal 0 0 صح كده يبقى f 2 ب 0 وبعديها هنقوم عم 2 باي ال half باور 2 هت equal half هت equal half وبعديها هنقوم جايبين هنقوم حاطين minus وهنعمل 5 باي times half at equal 2 point half plus 2 تمام يبقى 2 times 1 over 4 يبقى ايه half minus 5 over 2 plus 2 تمام half minus 5 over 2 plus 2 يعني تطلع كام
negative 4 over 2 plus 2 تطلع برضو 0 I think يعني. يبقى d minus d يبقى 0 minus 0 يبقى equal 0 تمام؟ ده الموديل تيست كده احنا خلصنا يونت 1 ماشي حلينا عليها الكويز كلها وحلينا عليهم التستين اهم اللي عندي نكون جاهزين بقى ان شاء الله كده الامتحان جميل كده نعرف نحله على يونت 1 بس يونت 1 الجبر الجبر كم يونت حضرتك هم 2 الجبر وواحد الستاتستكس